السلام عليكم اخويا. الله يكثر خير هاد الناس، الله يرحم لهم الوالدين. كل شيء الحمد لله مزيان، كل شيء على خير وبخير. الله يكثر خيرهم، الله يخلف عليهم، الله يرحم لهم الوالدين. الحمد لله العمل داز مزيان، كل شيء هو داك، كل شيء مزيان. هاد الناس الله عمرها دار. كنشكر الاطر الطبيه كاملين ان شاء الله، وكل معاونين الهلال الاحمر. ودخلت البلوك، درت العملية، كل شيء مزيان، كل شيء على خير وبخير. الله يرحم لهم الوالدين، عاونوني ودرت العملية على الفتق. كان عندي الفتق هنا ودرت عليه. ايوا الحمد لله. دابا كما كان شاد لهاد الناس المحسنين، كاع هاد العملية ديال كاع ما عمري نديرها، ما بقاش امكانيات، ما بقاش باش نديرها. جينا المستشفى ديال الرحمة، لقينا هاد الناس، الله يجازي كل شيء بخير. صيفطونا المستشفى ديال بوزكورة، وهاد الناس ديال بوزكورة الله يعمرها دار، والله يكثر خيرهم، والله يجازيهم بخير، والله يجازي جميع من الناس اللي هما مساهمين في هاد المعالجة ديال هاد الناس. راه الله اللي يجازيهم، والله يجعل البركة في الملك ديالنا، والله يطول لنا في عمره، والله يجازيه بخير. ونترجو الله تعالى يشفي جميع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بالشفاء ديالو. وهاد الناس الله يكثر خيرهم، والله يجازيهم جزاء كثيرة. جيت ندير واحد العملية ديال واحد الفدق، درت عملية ديال البروستات، حيدهم لي بسبب مشكل ديال كونسير. ومن اللي حيدوا دوك البروستات، ربما كان بحال كانوا حابسين داك الفدق، حيدوا هو يطلع داك الفدق. بان لي من شهر، من نهار 6 في شهر 2 بان لي. مشيت عند الطبيب اللي دار لي العملية، قال لي راه عندك فدق. بديت كنقلب على راسي، كتب الله عند هاد الناس، الله يجازيهم بخير، وهذا من فضل ربي، والجزاء من الله. الله يجازيكم ويجازي جميع من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. نترجعوا لهاد المديره، لا هي ولا الناس اللي معاها، طلبوا لهم واحد الجزاء كبير من عند الله. حنا نترجعوا لهم الخير والفضل والرحمه، والصحه ديالهم ما تضرش. شكرا، هذا اللي نترجعوا. اجي نحدد هذه الوسيسه في عنقي هنايا. اي وانا ساكن هنا قريب. وكنتي كتعالج ليا قبل؟ كتعالج ليا قبل شحال هذاك تعالج باش نتبع ليا. دابا جيتي باش دير عملية جراحية؟ باش دير عملية جراحية باش نحيدها. وكل ما كانش هاد القافيل واش تقدر ديرها راسك؟ لا الإمكانيات ما إمكانيات لا.